صباح الخير يا طير. جيت لكم بالشعر يا حبيبه. كي صبحتوا البنات لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، الامور هانيه صحيح لاباس؟ البنات قلت لكم عندي الحجبان غفال، ها نتوما مقايساهم ما والو، شوفوا عندي الحجبان غير هي بحال دابا انا الميكرو بليدين اللي بغيت نديرو، اللي كنفكر انني نديرو ماشي 100%، يلا عندي الشك صراحه. علاش؟ لانه صحاباتي داروه، صاحبتي في المغرب دارشو، ولكن انايا كنقول حيت كل واحد والحجبان ديالو النوعيه ديالهم كي دايره، كي اللي عنده خفافي، انا عندي قويه، الزغبه قويه ديال الحجبان، فكنشوف كنقول غنخلي مازال. شوفوا هنا هاد البارتيه هادي مازال غتنوض، شينا ناطليه هادي غنشوف انا عيني ميزاني، يعني الا كان غير شويه هنا غتقدري تراسيه مثلا، حيت هنا هذا عندي مختلف على هذا، كنقول زعما الا درت شي حاجه ندير غير شي حاجه خفيفه، ولكن عاوتاني ما غتقدريش يديروا لك جهه ما يديروها لك وجهه لا، عيب دابا ندير داك الشيء معيوب. المهم نخليهم يغوفلوا وديك الساعه الرحيم الله. المهم البنات كي صبحتو كلشي وهذا كلشي مزيان، خرجت حسيت براسي بدا كيدخلني الفشل، انا راه لا احب الفشل، واش نقول لكم البنات، بدا كيدخلني الفشل وبدا كيدخلني العيا وبدا كيدخلني الاهاق، قلت ضروري خصني نوض باش نوض نتوقد. علاش؟ لانه ولفت الراحه ما تنشقى ما تندير والو، غنجي دابا غنوض جات ما غنوضش جات بيزار، بقى بحال هكا غنولي من الناس اللي عطينا غننعس والخميره، اللهم خصني نتحرك. فاول حاجه الاساس علاش خرجت دابا غنبان لكم خارجه غير راسي، خرجت على وديت باش نمشي نشري الخميره، لانه الخميره لا صيفط باختيار هادي واش هادي واش هادي، قال لي خليني نمشي نجيب، لا لا خليني انا نمشي، خلي معاك الدراري انا غنمشي غير هنا والحانوت غير حدايا ما بعيدش بزاف. والله الا البنات رحمه سيدي ربي هاد المحلات ديال المسلمين، زعما ديال الناس اللي هما يبيعوا داكشي حلال، تخيلي معايا ما يكونش هادشي راه كارثه. صفاك سكسو داك سميتو صفاك سكسو داك الاخر شي يقولوا ليه السميده الرقيقه، السميده زعما السميده الرقيقه راه تتبع عند نكازا، ولكن السميده اللي تتكون تطلق لينا حنايا يعني داكشي ديال البطبوط المسمن، والله تا الخير والبركه صراحه شي حاجه اللي زوينه. راه كاينين باكستانيين كاينين المغاربه بحال شي بلايص، راه كاينين محلات مغاربه عندهم محلات مغاربه، كاينين السوريين كاينين فلسطينيين كاينين اللبنانيين على حسب المنطقه، حنا اغلبيه عندنا الاكراد هنايا، الكرديين عندهم دي ماركيت والباكستانيين والهنود، هادو ثلاثه اللي عندنا بزاف زعما اللي كيبيعوا، من غيرهم ما بحال اللبنانيين وداكشي ما يقدر يكون واحد تنظن، اما الاغلبيه بحال هكا. البنات اللي تيصايبوا الحلوه هنايا واحد النصيحه، حيت تدخلوا عندي شحال هذيك تنبارطاجي معكم بحال هادشي، البنات اللي تيتفرجوا فيا تيصايبوا الحلاوينا تيترزقوا على الله، تيصايبوا حليوات كراويسات كيكات ما يتعلق بداكشي ديال الحلوه الى اخره، تيستخدموا داك الكيك داك الخميره والخمارات ديال الحلوه وداكشي ديال السكر كلاصي، وهذا ما تبقاوش تاخذوا الساشيات راه كتضيعوا فيهم. خذي جمله بحال هذا، انا نوريكم دابا غنديكم محلات ديال باكستان غتدخلي عندهم غتلقاي هاد الساشيات بحال هكا، حيت شحال هادي قالت لي واحد البنت دخلات عندي قالت لي والله الا درتي فيها خير، يعني غادي يكونوا شافوا بزاف البنات، قالت لي عشان ملي شفت الفيديو ديالك وليت تنتقدى بحال هكا تنوفر، قالت لي كنت تنضيع فيهم خماره في كل وحده تدير باوند وشي حاجه بحال تقول 15 درهم فيها اربعه ويا شحال غتصيب ديك الكميه، قالت لي وليت تناخذ داك الساشيه كبيره والله الا رحمه سيدي ربي. ايوا هذا هو اللي كاين، انا نوري لكم دابا شحال البنات يستافدوا اللي كيترزقوا على الله من هذا الشيء هذا الميدان هذا. شوفوا هانتوما بحال البيكين باودر، هانتوما شوفوا الساشيه شحال فيها، فيها هنايا نشوف نقول لكم 100 غرام دايره باوند 35، غتاخدي وحده فيها 3 4 شحال فيها، يلاه فيها شي 5 غرام وحده. شو البنات الفرق الشاسع، هذا فكره ليكم وصافي. خميره اخرى ما بقاش سويت على قال لي تقادات، شوفوا لي الحريره المغربيه والله الا ما خلطت بيت ديالها ذقتها الصراحه، ما عنديش معاها بزاف غير بحال هكا في رمضان كتعجبني. شوفوا البنات سميدة سميدة ناعم، ونعاود ناخد واحد اخر ينفعني، خرجنا حنا في الاصل على قبلاش، جينا جينا ناخد هاد الغيبات للدراري لا ما حاجة الدار ولا ديال الزنقة. الجالي والعيبات وداكشي راه كلهم حلال هنايا، هزي مع راسكم كاين مشكل، هو اللي باش زوينه انتوما شو كلشي حلال، انا رحمه
سيدي ربي. انتما كسكسو داري؟ كسكسو دار راه ولادي ربهم في كل مكان. قبل كنت تلقاه غير عند واحد، دابا راه كلشي فين ما مشيت على باليهم كيتمشى كيسولوا عليه الناس بزاف. ويلي ويلي شنو لقيت البنات العار؟ انتما ضربوا لي على فالودا، ناري لقيت الشعريه ديالها، عقلتو على فالودا اللي كليتها في كردستان. ويلي 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 غناخدوها قلبوا لي على الطريقه ديالها من بعد. ناري ناري فالودا، اوجدوا راسكم البنات. عرفتي شحال بنينه واعره وكاين تتخلط مع الايس كريم. صافي غنزيد في حالي، شوفوا انتم على جيت وليت فاش وليت. ناخذوا الياغورت ساله. انا نقول لكم البنات اللي قالوا لي علاش ما تاخذيش ديال الشهر السلعه، دابا نقول لكم علاش. نقول لكم علاش حبيباتي. ناخذوا هذا ايران ديال المانجو. البنات هذا الشيء ديال البلاستيك عرفتي كيعجبني بعض المرات، تيكون ما فيك ما ديري شي حاجه تغسلي المواعن ولا تكوني باغا تخرجي في الطوموبيل تاخذيه قهيوه، وهذا غناخذ هادو حيت بعض المرات باغ تيرتي بغي دي معاه وما كاينش كيفاش. غناخذ هادو هكا في الدار فاش بغيتي تطيبي لراسك ديال الكارطون ديال القهوه. ناخذ هادو قاصحين صراحه صحاحين. ها هي هادي شي واحد لعب فيها. خدينا المسدوده معلقه ديال العود. واو شحال فنين. انا يا اختي فاش كنت وفاش وليت الله صافي غنشدو طريقنا للدار يا اختي. بغيت نطلع من الجهه الاخرى. انا ديما ملي تنرجع من شي بلاصه تيكون العكس ديال هنايا، حيت حنا هنا كنسوق العكس، تنمشي تنبغي نطلع من الجهه الاخرى. خاصني كنمشي للمغرب مع اني كنسوق كنبقى ندير ها بيدي كنبقى ندير بحال هكا. كنجي دابا لهاد الجهه، حنا كنسوق من هنا نورمال في المغرب تنسوق من له، يعني البوطا فيتاس من هاد الجهه. اش كنبدا ندير؟ كنبدا ندير في الخوا، كنبدا ندير هنا دابا هنايا، كنبدا ندير واخا صراحه ملي تنمشي للمغرب تناخذ طوموبيل اوتوماتيك مع صافي ولفت اوتوماتيك. واخا انا مدوزه بيرمي ديال المانيوال، هي زوينه تدوزي بيرمي ديال المانيوال تعرفي المانيوال والاوتوماتيك. اما الناس اللي تيمشيو توجهوا مع الاوتوماتيك حيت هنا عندك الاختيار، كيقول لك بغيتي اوتوماتيك ولا مانيوال. انت تقول لهم بغيت المانيوال ولا كتقول لهم ما بغيت الاوتوماتيك. انا تنصح كل وحده تمشي مع الاوتوماتيك على المانيوال. علاش؟ لانه المانيوال تقدري مثلا تمشي للمغرب طيح في يدك طوموبيل مانيوال، فهمتوا البنات؟ احسن وافضل تيجيني ان الواحد يتعلم، ومنين تتعلمي المانيوال تجيك ساهله الاوتوماتيك. يعني المانيوال راك كتسوقي كلشي. هذا هو اللي كاين. عرفتي البنات الخميره ما لقيتهاش، ما عنديش الزهر عرفتي، بغيت نصيب واحد المسمن بالخميره تجي واعر، ولكن المشكله اختي خصني نتوجه لواحد القنت اخر غنتعطل صراحه. خايبيت مشيت لتما وما تلقيتش. صافي خديت المسائل دابا راجعه، خديت المسائل دابا راجعه ان شاء الله باش غنفطر ونبالي. دابا تشوفوني شنو تهنيت. تهنيتي اختي الماكله ديالها، ما قدرتش اختي نبعدو من الماكله. بحال وحده كتبات لي في كومونتير ما تطيبيش كاع الاكل المغربي، وما تتفرجيش فيه اختي. يلاه دخلتي الاكل المغربي في الدم، شكون ما يقدرش ياكلو؟ كبيدات يلاه فطرنا العباد صيفطنا بلادهم للخدمه. قال لك مشى يتفرج دابا عاد باش اختي نتحزم معاكم المسائل ديالي. غير بغيت بلاش غندردش معاكم بزاف الحوايج. شعري راه مشقق، شوفوا غيبان لكم ملصق، دايره لي التشقيقه ديال الشعر. انا كما قلت لكم الشعر الوجه الداش ديالي، انتم شوفوا من هنايا غيبان لكم ترى زدت في الوزن الداش ديالي وكلشي غادي يبان لكم الفرق. غنقول لكم ها البنات قبل وبعد باش انتم تردوا البال. وجهي حتى هو راه بديت ليه البارح الا درت الروتين ديالي مع كنت عيانه درتو بالليل صافي غسلت وجهي. شو البنات يعني راه لاطراس ديال الحبوب البنات اللي شينو ها انتم شوفوا لاطراس ديال الحبوب، شوفوا انتم بدا كيطير شفتوا. اما راه كان ناض ليا مجهد بزاف حيت هز الريحه الكونفيتورها كون جاي فيه كركاع وداكشي داكشي كاع اللي ما كيوافقنيش كله هو اللي تياكلو. وعاوتاني قلت لكم ما يمكنش انا عندهم ونبدا نقول لا ما بغيتش هذه لا ما بغيتش هذه. كلوا رحم الله. ها انتم البنات شوفوا السميد ناعم هذا ديال المسمن، ياك تلقاي مكتوب فيه السميد ناعم سيمولينا فاين. السميد خشن تنحتاجو حتى هو كنحتاجو للبطبوط، تنحتاجو للبطبوط تينفعني بزاف. فدابا غنخبيه ها
هنايا، وهذا هو اللي غنستعملو دابا سميد ناعم مع الفورس. ايوا هنا حبيباتي غنوجد مسمنات، تبعوا معايا الطريقه زوينه وسهله وطلع لكم مسمن غزال. صافي البنات دابا غنصيب مسمنات، مسمنات يا لالا حد الدراري جالسين شي من السنين كنضرب على راسي حيت المسمن هذا بعض المرات بحال بحال تخيلوا معايا طيبت الروز ما طيبشوش، خليت البوطه طافيه، جاب اختيار شي مديره لي كلشي، قلت لي صافي راه الروز طافي راه طفيت عليه. دابا انا ملي جيت طفيت عليه بحال تقول عاود دورت الساروت مع كانوا كيتغاوتوا مع بعضياتهم الدراري، وفالي ما كان عندها خاطر مع مريضه. ايوا قلت لها تي سي سي خضر زويك ويا الروز ما طابش، ويلي 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 قلت والله ما شعلت عليه، كي طفيت عليه بحال تقول عاود دورت الساروت شوفوا العقل كيداير. داكشي علاش بحال هادشي كيكون فيه العبارات، داكشي اللي كيكون فيه داكشي اللي كيكون فيه العبارات تنبغي نكون بحال هكا راسي عاد باش نعجنها وداك الساعه يجي ومرحبا. صافي هنايا هاد سميتو السميده الرقيقه، وهنايا كيما قلت لكم البنات هذاك سميتو هادي السميده رقيقه بحال هكا تكون طحونه نتي شي بغيوها دايره زويونه سميد ناعم، هذا هو اللي يصلح لكم المسمنات. والكيسان انا درت جوج كيسان دافيين ديال الماء، ايوا على الله يستقلين هذا المسمن هذا، عرفتي هنا في الانجليز مرات يستق مره لا، داكشي علاش طلع ليا في راسي مابقيتش نصايبو، نقول انا مالي على حالتي. في هنايا فورس. المهم هنا نقول لكم المكونات على السريع، درت خميره ما درتش الخميره الاخرى لانه الخميره ديال الخبز كما شفتوا خرج ما لقيتهاش، درت شويه ديال الخميره ديال البيكنج باودر، درت كاس ديال السميده داك اللي قلت لكم سميد ناعم، ودرت ربعه الكيسان ديال فورس، والملح درت نص معلقه، نص معلقه كبيره، والسكر معلقه كبيره عامره ماشي عامره بزاف المهم عامره باش كيعطي داك لابريونس في المسمن. وبالنسبه لهذا الماء درت جوج كيسان ديال الماء دافي شي طلع الطوب. تخيلوا معايا دابا صيبت العجينه الاولانيه هادي، وفي الاخر نلقى راسي انني العجينه ما كافيانيش، نسيت انا كنصحب راسي اننا غناكلوه عا باش وانا نزيد عجينه اخرى حيت عرفت انه ما غاديش يكفيني. وصافي هنا دلكته مزيان تيبغي داكشي يدلك ليك، كاينين عندنا هنا ناس كيبيعوهم، وهذا بعض المرات تجيك تهاوتك تبغي طيبي داكشي بيديك، داك يلاه تبقاي تسناي وهذا تتقولي اللهم نوض نتقعد مالي ما عنديش لي دين نوض نصيبني. شوف هادي شاي، شوف شوف تا قلت لكم بديش كنوجد وما نلقى الكميه ما كافياش، نصحاب راسي غناكل ورا رفيس خاص على اقل واحد كيلو. نعم تيرا تشاي، واخا انا نصايبك عجينه ونعطيك ديريها اوكي. ايوا حبيباتي كيما شفتوا دابا العجينه الثانيه صافي توجدت حتى هي دغيا. ايوا اش غنقول لكم، عاد هاد الايام عانيت مع بنتي ما يمكنش، عرفتي شد فيها المرض، البنات قالوا لي راه اسيا راه كاين فيروس كيدور بحال داك الويل اللي كان، وراه هادشي اللي بان ليا الدريه عرفتي مساليه صح حتى مساليه. درت هذا في البلاستيكه صافي عرفتي طابت، انا ديما ملي تنبغي ندير هاد البطبوط ولا شي حاجه كنعجن هنايا فوق الرخامه تتعجبني العجينه ديالو محدوره طبه تناخذ فيها راحتي كثر، هادي راه رخامه البنات غير هي. باش نقول لكم واحد الحاجه، الطبله غتبان لكم كبيره على ناقش، وديك الصغيره اللي كنا واخدينها فاش يلاه خدينا الدار هادي هادي البنات خديناها كبيره، علاش باش نقول لكم الصراحه، كنا باغيين نزيدو هنايا واحد العيبه، بغينا نزيدو نبنيوها هنايا باش نديرو فيها الطبله ونديرو فيها بحال واحد الجلسه اخرى، ولكن من بعد منين باختيار دخل فهاد المعبعه قلت لكم جبنا راجل اللي شاب لينا الثمن وعطانا العقل. شوف اش قلت لكم الثمن ديال دار في المغرب غير هذيك، حيت هنا البني هنا غالي يعني راه قريب بلا اصلاحات ديال بلا يعني غير الاساس ديالها والارضيه ديالها اللي غير باش يصيموها لك يديروا لك الصيمه وداك الشيء حديته مخزن من دويو من ديال، قلت لكم غير باش يديروا لك هادشي شحال الثمن ديالها، الثمن ديالها قريب بقولوا 26 مليون عامز على الاصلاح وداكشي غطلع لك واحد 35 مليون، ولا بالفورنيتشر ديالها لو شي ديرها تفركعها واحد 40 مليون مغربيه. اختي مالك لي ماك على حياتك اخويا، خلينا جالسين هنا الدراري باقيين صغارين ما قادرة على شحوال عاوتاني وبدا يهز الزحف، خلي شي حن الله ديك الساعه بلا ما ياخذ شي حاجه ما كبر
هذا هو اللي كاين. فقلنا نبني، ولكن اختي قالوا ليه الناس انه منين غتبغي تبيع الدار ما غيحسبوش لك هذاك الاكستنشن، غتضيع فيها الا مشيتي بنيتي، الا درتي داك الدار تكون كلاس روم، الا مشيتي درتي الاكستنشن تكون تزيد صالون اخر، ولكن في الخريطه شي تبدل. يعني الا بغيتي تبيع الدار كيتحسب معاها انها راه بيت اخر. يعني بحال دابا مثلا عندك صالون واحد، غيولي يشوف انت شنو درتي فيه، غيولي تحسب جوج صالونات على حساب حساب انت باش سجلتيها في الخريطه. فهمتوا البنات؟ صافي درنا بناقص. اما راه الطبله خداها باختيار العقل، جوج شي سافرت وخداها وجيت لقيتها كانت عجباتني، كنتي غلط درتي تسرعتي خديتيها كبيره، كنتي تاخذ صغر منها. درنا داك سميتو داك الروميه هذيك ما درناهاش، راه تبقى لنا الطبله هنايا. دابا هذه جات كبيره، هذه راه ماشي لهنايا، باغينا حنا كنا لهيه، عرفتي تجي بلصه واعره تكوني بلصه و... ولكن انا قلت لك خساره داك الفلوس، نمشي نبيع حاجه اخرى. فاش اختي تمشي ديري بها 40 مليون بزاف اختي. ايوا الكبيضه الانسان تيعيش لهاد اللحظه هادي، حيتاش منين تتبعدي بزاف اي مزيان الانسان تيكون عنده طموح تخطيط وهذا، ولكن ديما ديري في بالك منين كتبحري بزاف داك التخطيط على المدى البعيد البعيد تتمرضي في صحتك، ما تبعديش بزاف. شوفي غير ديما عطي لراسك داك عام اشنو غادي ندير فيه، هذا ماكسيموم. تقولي عامين 3 سنين 4 سنين تدخلي في واحد المتاهه ديال المدى البعيد تتمرضي في صحتك، اللهم عيشي لداك اللحظه اللي انتي فيها. بحال دابا انا كما قلت لكم مع الوليدات تنشوف هاد اللحظه اللي هما باقين صغارين، يعني باقين مع بعضياتهم، ديك الساعه منين غيولي مثلا ما يبقاوش قادرين انهم ينعسوا مع بعضياتهم، ديك الساعه صافي خصنا نغيروا. الانسان يقول ان شاء الله المستعار في المستقبل شنو، ديك الساعه ويحن الله. شيف ارين، شيف ارين قال لكم شوفوني انا اليوم اش غطيب لهم اليوم مسمن. لا شنو اش غطيب لهم؟ I'm gonna make a long pie. لونك باي؟ يا صافي دام دام واه واه صافي انا لبستيني، ها انا غنلبسها لك هي اختي توالي. المهم البنات عرفتي الدراري يساو ليا جالسه كنغسل في الماء، لبسوا الطابليات صافي تيبقاو راسهم دي شاف. شوفوا واش داروا العجينه، رجعوهم مسمنات. ويلي ما عرفتش شكون اللي دار هادشي، ولا كل واحد كيدير ليا بحال هكا زعما راه الثاني اللي دارها. وجدوا راسكم الكبيدات مع ارين، قالك والو حل لي قناه ديالك اللي راه كانت عندك وحده نسيتي، حتى وريت ليه الفيديوهات ديالو مع خليتهم بريفي في القناه الاولانيه اللي كانت عقلتو ديالو، قال لي رديها ليا. وقلت لي خليني نشوف، حيت داكشي راه فيه الخدمه المونتاج وهذا نكثر على راسي شحال من حاجه غنتلف على الاتجاه، قلت لي تنشوف ونرد عليك. قال لي باش نبدا ندير الفيديوهات ديالي. قسم لكم بالله الا في كل فيديو لهذا تاوي يشوف راسو بحال كتيكون تيطلع لي الفيديو ديالو تيكون تيتفرج في التليفون ولا من عندي، ولا كنكون تندير المونتاج تيكون حدايا كيقول لي البنات شنو قالوا عليا شحال داروا لي ديال لايك. الله شوفوا الفيخ، شوف عمري شي كنسخ المسمن انا تنفرح تنقول صافي راه بدا يصدق. علاش البنات ها بسلام سلام لاباس سلام سلام بخير الحمد لله ولا الحمد لله الحمد لله. المهم حبيباتي علاش ركبتها وشكون درت لها تجيكم الضحكه، ما لقيتش باش نركبها وبكات بزاف، درت هنا كشكول ديال ارين وديالو. شوف واحد هنا واحد هنا، مشات قاست لي كنهضر انا في التليفون دورت راسي، مشات قاست حطات شي صباعه في داك القلايه وتحرقات، بدات تغوت تغوت تغوت، عرفتي سبعه تنفخ ليها عا باش نعطيها النص مسمن كلات منها، عطيتها المسمن كلات منه. ايوا ارين عجبهم المسمن، نوريكم كيطلع على البنات. هانا البنات المسمن، شوف سمعوا سمعوا التقرميج، شوف البنات كيطلع ها نتوما مورق. هانا البنات شوف الوريقه ديالو، شوف كيفاش جا، يعني ما جاش قاصح غير هو واحد الفورس. شوفوا هانتو واحد الفورس البنات واعر ديال التواركه خطير، هذاك زويون تيصلح به المسمن وداك الشيء العيبات بحال هادشي ديالنا مغربي تيطلع به واعر، هذاك هو اللي خاصني. ولكن منين صافي تقضيت كنت مضروبه خديه شوف صافي وزدت فحالي. ايوا صافي الحمد لله بعدا قديت المسائل ديالي صافي، غنطرق دابا غير هاد المسمنات اللي بقاو باش نمضمتو كت تيقو بيا، ماكش باغا نصايب رفيسه اليوم، جاني الحماس تشهيته ما قديتش نصبر تنبدل، صافي
نحاول انني نصيب تصايبه وحده وصافي بقى غدا عاوتاني يلاه للفيسه غنشبعها وتشوفها. وهذا المسمن ثاني انا باش نقول لكم الصراحه والله يجي باختياري يشوفوا حتى غي ناكلوا وغنوليو مزرفين اللهم يجي نلقاه مقرد غنخلي ليه شي جوج مسمنات. علاش تقولوا بحال كل شرعه ديك المسائل ديالو دابا شي جوج جوجات بغينا نديرو ليهم اليوم الزردة داكشي مغربي شي مغربي شحال هادي ما درناه قلنا ندير ليهم الزردة ياخشي. انا هنا غندير البصلة هانتوما بصلة وحدة كبيرة ان شاء الله تحطها ديرو على السمن. انا ضروري هذا السمن هذا السمن ديال مي رشيدة ماما مريم الله يحفظها مسكينة كانت عطاتني هاد السمن هذا. وهنا غادي ندير الزيت العاديه تنميكسيهم على الرويحه اللي عاطيه ديال الرفيسه مي سعاده الناس كتجيهم السعاده منين كيشدوا شي فلوس شي حاجه. حنا يا اختي فهاد الغربه ولينا بحال المجانين نطيبوا الماكله ونشطوا عليها. المهم البنات نزيد البنات غليت الماء غادي ندير واحد القياس ديال قياس ديال الاترو نشوف هنايا البشره ماشي الله يا عمر بعد ما تشحر ليا الدجاج طاب ليا مزيان. هنا غادي نزيد عديسه نعم ماما واخا ميمي واخا هو ميمي كيطيب زوين بنين صافي هنا عديسه رقدتها نعم ماما زوين. انتم لا تصحبوا راسكم انتم اللي عندكم البنات كيعاونوكم يلا بغا نعاونك عشي كي جا سميتو جا مورق شوف شوف عشي جا على مزينة شوية يلا كوش بيسس أرين أرين أجي ديري داكشي نتا كيفاش بغا تعاوني زيد كوش زيد أجي باش هي غنعاونك زيد عاوني يلا قط سمول بيسز رفيسه صافي يلا قطع 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 مش قشبع ليا بالمسمن يلا باش ناكلو رفيسه زوين هاد الدجاجات زوينين وداكشي فن باش ما عيطش لكم باش تاكلوا المسمن عيطت لكم باش تقطعوه دولو كيتعشاو. ايوا هنا البنات وجدت الرفيسه باختيار عشي ماكلاها في الجا من الخدمه قال لي عشي فاش كنا كل رفيسة قال لي ديما تنتفكر امك الله يرحمها الله يرحمها يا ربي ويوسع عليها مسكينه فيما كنا كنبغيو نمشيو للمغرب تقولنا شنو بغيتو تاكلو كنقول لها لا والو ما تنبغوش نتقلو على حيت كدير الدياليز وداكشي كتجيان كنقول والله يا تقولوا لي شنو غتاكلو ما يمكنش ولا غندير لكم انا من عقلي يلا قولوا لي غنطيب غنطيب كنقولوا لا بغينا الرفيسة والله يرحمها ويرحم جميع المسلمين. هادشي اللي غنقول صافي هنا البنات سميتو قردنا هنايا قربنا هنايا العجينة ديال المسمن ويلي شوفو انتوما جوج طراطا فلتو غشاشين الدراري الله 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 صافي طاب ليا داكشي كامل باغا نزيدو بصيلة البصلة هي كلشي عرفتي انا مكانتش البصلة راه بحال مكاين المهم كيلو د البصلة عرفتي صافي دابا نخليها خلي الكوكوط محيولة الله 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 على الجمال الله على راسي كيدير الله واو واو هادي الرفيسة والا فالا مزيان الصراحة طوب صافي الجيجات ديالي السكوت اخير انا البنات جمال يا جمال هادشي كيطلع داكشي يا الحبيبه لا مندوي لا مندوي اختي داكشي طلع على مزينات واو خصنا محارمين راسنا دابا راه الطاقيه كلشي داك فهمتوني اليوم غير طلعت ليا الشهوه دابا ملي كتشهي داك الحاجه تتكوني من قلبك قلبك تشهيتها من القلب الخالص
تنوضي تنوضي تنوضي، ما كاينش اللي يحيد ذلك. شي اللي وقع لي انا دابا، الله والبلول، عشان دابا راه الكوكوط عامر نص عامر بالبلول، الا ما كاينش البلول راه ما كاين والو. لا في الكسكسو حنا كبرنا به بحال هكا، لا كسكسو لا في لا في الرفيسه، كاين اللي كيديروا ناشف، ما تعجبنيش انا ناشف، الله ما يدوز ليا. وتا نعمرها بالبلول باش كنعاود نستمتع في هذه اللحظه هذه، كنعاود نستمتع يا اختي بالجمال ديال البلول. انا يا اختي الله ريحة تبارك الله ما شاء الله كي عاطيه. خذي ذا قالوا يلا فوت سبيدي يس، قالت لي عيطه لي من جيبي بجوز المعفن. برافو باي. ناس هادشي واش ماشي الجمال؟ قولي لي حقكم في الجنه البنات. ويلي ماما كاش قالت لك انا بغيت لاصوط نشربها. يلا شربي يا عم، عطيت هذه بالسمن باش ما يضرهاش، حيت ديجا الكسكسو هذاك الرفيسه فيها السمن. شويه عليك شويه ماما ونزيد شويه هو غادي يبرد. ها زيد بالصحه، عجبك زوين؟ قولي لهم شحال بنين. فيري نايس بالصحه اري كبيدات. دابا الدراري عندي سلام، الدراري عندي بصحتك، الدراري عندي ولفوا شرجن، ولفوا ياكلوا بهذا، ولفوا ياكلوا بكل واحد راسه، فهمتوا البنات؟ الا بنتي تمشي المغرب ولا صحه كل هذه راه بدات تبكي، قالت بغيت لاصوص ديرها لي بوحدها انا نديرها راسي ونشرب منها. قلت لها خاطر حيت ما غاتاكلش ليا راسها قاصح تدير داكشي، قال لها واو سي اي لايك ات. صحتك ولدي كل بنيوه. باو ديد بوت شيكن ات دول ذاتس واي ام انجري. دابا انا الصراحه بغيت ندير الجماعه. واو هاد السيمانه هادي باختيار كل خدام ما عندي كان ندير، يعني انا تشهيت اختي باش نضبط راسي ناكل ورحم الله تعدوني يجي راه نسدي ليه الراس وياكل. نقول لك اختي راه جاني النعاس راه نديرو في الطريق ديرو في الميكرويف وسخنو. عرفتوا البنات منين تنوض وتنبدا نوجد وداك الشيء؟ اقسم لكم بالله العظيم ما نكذب عليكم، تنبدا نقول دابا جايين عندي الضياف، شكون هما الضياف؟ هما ارين وفارين. تنكون كاسه بحال كنت نقول خصني نوجد لضيافي ونقاد لهم المسائل داك الشيء ديال الحماق. علاش؟ لانني تنبغي نخلق لراسي الجو، تنبغيش نعيش راسي نفس الروتين، تنقول خصني ان شاء الله فيهم باش يعجبهم الماكله، وتنوجد داك الشيء وتنحطو. بحال دابا هاد اللقطه اللي شفتوها حسيت براسي بحال كانوا عندي الضياف، تنحط لهم هذا وتندير كليسه شتو ان شاء الله في راسي ومع وليداتي بخير. حيت تنبغي نحفزكم تنشوف شحال البنات طايح عليهم الدم، تقول لك ما بقى طراش قليا لا نطيب لا والو مع هاد الغربه وهادي، وتيخلقي صاحبي شي الجو لراسك، نوضي ديري الجو لراسك. بحال انا راه ما نقولش لك ديما تنطيب، راه بعض المرات صافي تنزقل تنخرج بحال هكا تتكون مطيب الماكله بحال هكا ديال اليوم والغدا، صافي تنقضي الغرض ديالي ونخرج الغد لي نفوج مع الدراري. حيت خصك تعرفي لراسك، راه ماشي غير حنا مغربين، راه كاينين بنات وسط المغرب اقسم بالله اللي كيحسوا بالغربه. راه عندي بنات من لافامي تيدويو معايا تيقولوا لي حنا راه كنحسوا براسنا مغربين بحال هكا مجوجين من مدينه لمدينه تيحسوا بالغربه. اخيرا جمعت الدريا عشان ما كملتش لكم التصوير، عشان معجلت على الدنيا وكفضت عليه مع كاين الصهد مع طلقه السخونيه جاني داك الصهد، صافي كفضت وجمعت الدريا نتوما البنات الحمد لله. غسلت امي علاش طرفت الدنيا الله على راح الكوكوت، خليتها حيت فيها المرقه، خليتها نسكي البغشيه باش نعفى داكشي في الثلاجه. والكراسه اللي زوين فيهم هو انه ديال المبره تتقدر تمسحيهم، هذا هو باش زوين فيهم هاد البلان هذا. اما راه تدور لي في الخواد الايامات تنقول مع راسي الطابله نبدلوها، ولكن اختي راه ساويه ثمن، يعني حرام انني اللي جيتي تبغي تبيعها ما تجيبش لك داك الثمن. البنات علاش تدويش؟ الله 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 الله، عرفتي واحد الراحه وانا جالسه دابا تنشوف الكوزينه مجموعه ما متيقاش حيت عرفتي صافي حسيت براسي ترخى في الدم. البنات واش نقول لكم، راني بديت في العنايه ديال الوجه، انتم غادي تشوفوا الفرق، غادي تشوفوا الفرق كل حاجه. الشعر قلت لكم ديجا مشققان من هاد اللحظه هادي اللي انت انا بديت فيها، بداو تحكموا غادي تشوفوا الشعر كيفاش غيبان لكم يقوى. بصراحه تنفكر كنقول غنمشي ندير ليه ليماش عاوتاني، ولكن الصراحه الشعر كيدمر. انا شي نبعد من الصباغه ونتعشاني بشعري ونعطيه التشقاق وداكشي دغيا دغيا فرفر في الطول، لانه عندي العيبات زوينين غا انا بعد مرات تنظن زابي صراحه. بحال هادشي ديال ليماش ديما 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 راه خايب صراحه. البنات اللي تيسولوني على السيشوار،
انا راه بارطاجيت مع البنات في الانستغرام، بنات يقول لي اسي هو تقولي لنا الانستغرام وحنا ما عليناش. الله ها هو الانستغرام ديالي في اول تعليق، وادخلوا ليها البنات. المهم البنات اللي باغيين استشوار للشعر شي حاجه كاليتي زوينه بحال هذا اللي عندي، مشطه ما تحرق لك لا شعرك لا والو. المهم البنات قلت لكم بغيتو استشوار ما يحرقش لكم من شعركم وداكشي، ها المعلومات في اول تعليق بحال هذا الاستشوار اللي عندي انايا من عندهم. نيت غتاخدوه طوب، شي حاجه اللي ناضيه، شي حاجه اللي واعره. راه البنات اللي صحاباتي حتى هما واخدينهم من عندهم، صحاباتي واخدينهم من عندهم. فلا بغيتو البنات شي استشوار ما يحرقش لكم شعركم، يصدق لكم مزيان، حيت راه بحال هادو البنات راه كاينين اللي كيطرطقوا البنات في وجههم تيتفرقعوا تيشعل فيهم الدخان تيكونوا كاليتي ما زويناش. هاد البنات ستور الا بغيتو من عندهم راه كيصيفطوا لجميع البلدان فين ما كنتو، فين ما كنتو في العالم كيصيفطوا لكم. عاد باش زيدوا عليها انه بالنسبه للانستغرام ديالهم هو هذا فين غتواصلوا معاه وتقدروا تاخذوه من عندهم. كاليتي زوينه، السلعه ديال برا ماشي ديال، ماشي سلعه محليه، سلعه ديال برا، شي حاجه اللي زوينه. شوفوا ها نتوما صيبت شعري راه عطيتو غير خفيف، ها نتوما عطيتو غير خفيف. شفتوا الشعر كيفاش يخرج؟ خليت حتى الصباح وصيبت شعري باش نوريكم المشطه، حيت البنات بزاف تيصيفطوا لي اسيا بارطاجي معنا منين ناخذوا بحال ديالك، راه ما عرفناش منين ناخذوها، ولا كاين اللي قالت لي راه خديت من واحد البلاصه ما صدقاتش لي مزيان. هادو البنات عندهم قلت لكم سلعه ديال برا ماشي ديال المغرب، زياده حاجه اخرى سلعه نقيه، سلعه زوينه يعني غديروها وما غتندموش. وهنا البنات زيت شعري هير سيروم، سيروم ديال الشعر توب، راه تلقاو عندي في لو سيت حتى هو راه في اول تعليق، شي حاجه اللي ناضيه لا قامت الشعر. البنات تسناو تسناو، شوفوا انتم شعري يعني راه واخا صبايغ وداكشي، شوفوا الخلفه كيفاش نايضه من هنا يعني ما كاينش فراغات ولا لا قامت الشعر. قريبا غتسطاو عليها طبيعيه ولجميع انواع الشعر. انتم شعري انايا فيه البلوند، بالعكس اللون شعري غادي تيزيان يعني ماشي البنات كيقولوا صبغتي شعرك، لا البنات ما صبغت لا شعري لا والو. شامبو ماسك زيت شقاق الشعر سيروم وزيد دير شعر عندي ساقط، شي حاجه اخرى ما تنديرهاش. المهم راه كلشي في اول كلشي البنات في اول تعليق، دخلوا مرحبا بكم، بوزها لكم كاملين، السلام عليكم حبيباتي.